اديني جبت لك شغلانه سهله اهي، لا فيها شيء ولا حظ. انا عاجبكم قوي في البيع والشراء. ربنا سهل. استاذن انا بقى، سلام عليكم. مع السلامه يا خال. تعالى ما افهمك. هتفهمني هي محتاجه حاجه؟ تعالى بسيط. تعالى. عندك حبان ومستكه؟ ايوه امال، عندي الحاجات دي كلها فيه. دي بتخلي الاكل فلالي. يا واد انت يا فلالي. الله يكرمك. انا كمان طبيخي يعجبك قوي. الله يا رب يخلي اللي بياكلوه يبقوا زي الجواميس. انت فلاح مش كده؟ ايوه من خربتي بحير. ولسه جاي بقى؟ ايوه لسه جاي. يعني لسه بخيرك. خير مقداري. طب عندك حب هان؟ ايه؟ حب هان. ايه الحب هان دي؟ يعني حب هان، بس انا بحب ادلعها عشان اقول لك حب. ايه؟ في اهو موجود الحب هان اهي. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تدوق اكلي. ايه؟ تعالى دوق اكلي. يا ست الله يكرمك. يا جدع ما تبقاش كده، ما تبقاش مغفل بقى. انا برضو مغفل. انت يا ست انت لئيمه، انا عارف انت قصدك ايه بالظبط. يلا مش نجر من هنا. اما قليل الادب صحيح. انا برضو قليل الادب. ما تتلم يا خالتك. وخالتي ايه دخلها بالموضوع؟ الله. ايه في ايه؟ ده البلاوي اللي انت جايبها دي يا معلم. في ايه بس؟ بسلامته بيدوس على رجلي ويبصبص لي. انا بصبص لك ازاي؟ ثم انا ادوس على رجلك منين؟ اذا كنت انا واقف هنا وانت واقفه هنا. ايه يا دي قله الادب دي؟ اه انا بصبص لها وانا ادوس على رجليها يا معلم. يعني الست هتكذب؟ حقك عليا يا ست. تعيش يا سبع البرومبا. حاجتك اللي انت عايزاها كلها هتاخديها وزياده على حساب المحل. اه ده شغل المعلمين. بقول ايه يا معلم؟ يا نعم. انا عايزه شويه مغات بالمره. مغات؟ مغات محوج على عناية. تعالي معايا. تعجبني يا معلم. يا نهار ازرق، اما انت معلم قليل الادب صحيح. العوام. اهلا يا ها زحلقته؟ لا شغلته. يعني ايه؟ هو حتى واقف في قرابيزي كده؟ يا ستي بكره يظبط في شغلانه جديده ونبقى نشوف له اوضه يتلم فيها والسلام. وهو ده عمره يا عمر في شغلانه ده؟ دخلت الناس السبت والاثنين ودخلته سنه وجمعتين. يا ستي بكره ربنا يسهلها لي. انا اللي نفسي ربنا يسهلها لي. نفسي اتلم انا وانت في اوضه ما فيهاش شحط. ولا انت ما صدقت يا سبع البرومب؟ اديني بجنيه رجل عفريت. رجل ايه؟ رجل عفريت. رجل عفريت؟ هم قالوا لك في رجل عفريت عندنا؟ ما هو ده رجل عفريت البتاع الخشب ده. ايوه هو ده رجل عفريت. وده عايزاه في ايه دي يا ست؟ بغليه وديه لابني عشان ينطق، اصله بعد عنك اخرس. اخرس وهتدي له رجل عفريت يقوم ينطق؟ يلا يا ست بلاش هبل، يلا روحي وفري فلوسك، ده خشب طفش، الراجل بيجيبه من العمارات القديمه. يلا. يعني ده مش رجل عفريت؟ رجل عفريت منين يا وليه؟ اجري روحي بلا هبل، يلا امشي، احنا بنربي هنا فلان وصراصير، ما بنربيش رجل عفريت. يلا يلا بلا هبل. اله ربنا يستر عندك يا اخوي. يلا يا وليه روحي. لا احنا بنربي فران وصراصير بره. اصل هي بتقول بره. ما انا هقول لك. اصل قلت هي بره. دي وليها مجنونه بره. هي بتقول رجل عفريت بره. ما تيجي تاكل احسن. ايه؟ ايه؟ تاكل. انا مكسوف. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان، الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب يا اخي. اربط الحمار موضع ما يقص صاحبه. قال يعني جريه في غش الناس ومعاكسه الحريم. انت مالك انت؟ مين عمره حلف في الشغلانه ده؟ انت بتلفق في ربها هتروع. اربه. انا برضك اربه. طيب يا مرات خال الله يسامحك، تقولي على نعمه ربنا اربه يا اخويا. معلش يا خال، معلش ما تزعلش مني، بكره هبقى كويس قوي، اوعى تزهق. بكره تنفخر ان ليك ابن اختي زي، هتنفخر بيا اخي النفخر. وانا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا عايز ايه؟ انا الفرجاني بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرون العربيه. يجرون العربيه ايه يا بنت؟ هشتغل حمار. حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني، هو عايز واحد يمشي معاه يساعده بيع الخضار. اذا كان كده معلش، شغلانه حلوه خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح، خلك
معاك يبقى ياخدك يوديك لفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح وما بتهز من هنا. قومي قومي كخابر، الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مرات خالي. ونعمة ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعة قاعد على نار. انا بقول لك اهو قوم فيك انت اهو. قوم يا خالد كمان. يا فوطه يا مجنونه يا فوطه. فوطه ايه يا ابني؟ اسمها قوطه مش فوطه. قوطه ايه؟ هي بلدنا اسمها طماط لكن هنا اسمها قوطه. خلاص انت حر قوطه قوطه. يا مجنونه يا بنت المجنونه يا قوطه. هي مجنونه بس مش بنت المجنونه ولا حاجه. طب اقول لك ايه؟ بدمها مجنونه كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. يخرب عقلك دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يعني فرجان. عينيا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجان ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي، شوف الكوسه عامله ازاي؟ تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخده محشي معاها يرم العظم. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكوسه عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي وكده حلو معانا يا حسنين. وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا حسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره، وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت او بالمره تتعشى معانا. الله ربنا يكرمك يا عم فرجاني. طيب الله ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هتجري ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهلال كوبايه الشاي تقيله يا ولا احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. السح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا اخينا هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش يابا. يا ترى ايه اللي أخره؟ ايه ده؟ ياه لما حتة نومي. حمار راح فين؟ ده كان مربوط، ايه اللي فك؟ يا حمار يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه فين الحمار؟ قال لا هو ما جاش هنا. هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش هو تلاقيه بيقضي مصلحه وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وانا مالي؟ لما يجي بساله. اساله؟ ده انا هروح في جيش الدين داهيه. يا ولا ولا محمد ولا سعد. بس يا ولا بس اسكت انت. هي بلد ما فيهاش حكومه ولا ما فيهاش حكومه؟ بس يا ولا ولا انت عايزين تعشوني يعني؟ اوعى حد يعمل حاجه فيكم. يا خال. مفيش يا خال، اسمع كلام يا حسنين يا ابني. احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني افهمني، لقمه العيش هنا صعبه، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمه سهله. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزاده شويه كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ طب ده يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراخ بدل الحكومه بتصرف المصاريف الجامده دي. بقول لك ايه؟ خد يا حسنين دول وموصل موقف التاكسي الاجره وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال زي بعضه. هات يا سيدي انت ما صدقت.
الاجره يا فنديه. لما نوصل بالسلامه يا اخينا. ادفع الاجره يا اخينا قبل ما نوصل، البنزين يغلى، دفعت الاجره مضاعف. قال انا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زناد. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. امال انا بطلب الاجره مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الاونطه دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا اخويا انزل. اديني هنزل يا اخويا ما تسوق. اديني افتح لي الصخمطه دي وحياتك. بتفتح من ايه؟ يلا يا اخويا، روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي. امشي بقى بتنشى الشروكه بقى. ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. طب ده الميه انت واللي يعرفها لما تبقى تتجعر تحت منك. اصحى، ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. هو مش ده بيت ربنا؟ قالي معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين، اصحى احسن افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى، يلا بره. روح انت يا سيدنا، انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. ايه؟ مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. ما تيجي معايا وانا انيمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا اخويا، لا يا اخويا بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انام نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي 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 سيدي، الناس لبعضيها. قوم قوم قوم.